النادي الاهلي بيتعثر في الدوري بتعادل ايجابي قدام النادي الاسماعيلي 1-1 عشان يسيب بارادته الصداره لنادي الزمالك قبل نهايه الدوري بخمس جولات. النادي الاهلي وقع في فخ التعادل بعد ما النادي الاسماعيلي كده سحب واحده كده زي ما البحر بيسحب كده في ماتش في اسكندريه، والبحر عارفين كده ايه موج بيسحب كده لجوه انت مش واخد بالك. النادي الاهلي اتسحب للتعادل وفقدان نقطتين مهمين في صراع الدوري واحده بعد ما النادي الاسماعيلي اجبره على انه يخرج من المباراه دي وهو مش فايز ويكتفي بالتعادل الايجابي. مشاكل كتيره كانت فنيه حصلت في المباراه، طبعا البدايه كانت سوء حظ للنادي الاهلي لما كهربا اللي كان المفروض هو يلعب في التشكيل الاساسي يعني شعر بارتفاع في درجه الحراره، فالدكتور طبيب الفريق فضل ان هو يريحه، بالفعل الكهرباء عاد للفندق ونزل اجايين من بدايه المباراه بديلا لكهرباء. المباراه كانت ماشيه بشكل عادي جدا للنادي الاهلي في الشوط الاول، ربما كانش فيه اي تنافس، النادي الاسماعيلي ملوش ولا فرصه في اول 45 دقيقه. النادي الاهلي قدر يجيب هدف مبكر عن طريق محمد شريف اللي برضه واجه سوء حظ بعد ما تعرض لشد في العضله الخلفيه وبالتالي اجبر على الخروج من الملعب في منتصف الشوط الاول ونزل بواليا بدلا منه. اصابات كتيره كان بيعاني منها النهارده النادي الاهلي وظروف غير طبيعيه، ولكن في وجهه نظري الشخصيه وافتكروا الكلام اللي انا كنت قلته في مباراه الجونه في مباراه البنك الاهلي في الشوط الثاني، النادي الاهلي يكون متقدم بهدف نظيف ويبدا بيتسو موسيماني يشد واحد من الاجنحه وينزل لاعب ارتكاز ثالث، على طول هنا بتحصل عدم الاتزان وعلى طول بتلاقي الفرقه المنافسه قدرت تجيب هدف في النادي الاهلي. تعالوا مع بعض كده نشرح ببساطه، واللي طبعا اللي بيتابع ترند يلا كوره هيفتكر الكلام ده، احنا اتكلمنا فيه كتير في ماتشين، ماتش الجونه وماتش البنك الاهلي. النادي الاهلي نادي الاسماعيلي، نادي الاسماعيلي لعب بطريقه الكابتن ايهاب جلال لعب بطريقه اقرب الى 4-1-4-1 عشان طبعا بيامن الدفاع بتاعه وعمق الملعب وبيحاول على قد ما يقدر ان هو يلعب الكره اللي على الارض بتاعته المشهور بيها الكابتن ايهاب جلال. لكن في الشوط الاول النادي الاهلي كان مسيطر بشكل كبير، الفريق كان قافل كل مساحات التمرير على النادي الاسماعيلي، النادي الاهلي كان بياخد الكره الثانيه، واحده من المهام دايما كانت النادي الاهلي بيخسرها في مباراه الاسماعيلي دور الاول. النادي الاهلي في الشوط الاول كان بيخسر على طول الكره الثانيه، النهارده الشوط الاول قدر النادي الاهلي ياخد الكره الثانيه، كان في حماس في نص الملعب، كان في انتشار جيد جدا، اكرم توفيق كان عامل جبهه مميزه جدا في الجبهه اليمنى دفاعيا وهجوميا، اجاييه ومحمد شريف قدروا في الشق الهجومي يهددوا مرمى النادي الاسماعيلي في كرات كتيره، مجدي قفشه ربما لحد ما يعني بعيد شويه عن مستواه في الماتشين الاخرين والمباراه دي، ولكن لحد ما كان بيحاول ان هو يمد زمايله بالكرات البينيه في الشوط الاول، برده حسين الشحات عمل شوط كويس. النادي الاهلي الشوط الاول كان بيقدر يخترق الدفاعات النادي الاسماعيلي معتمد على الدفاع العالي لحد ما كان النادي الاسماعيلي بيحاول يعمله والاعتماد على الكرات الطوليه في خلف الدفاعات. طبعا غياب حسين السايد كان واضح جدا ان هو مأثر على الجبهه الشمالي، النادي الاهلي كان بيلعب عليها وشفنا حسين الشحات كتير بينطلق في الجبهه اليسرى للنادي الاسماعيلي وبيحاول يخترق عن طريق الكرات الطوليه اللي كانت بتجيله من علي معلول او من عند ايمن اشرف. واحده من الكرات الطوليه قدر النادي الاهلي ان هو يعمل فعلا نفس الجمله التكتيكيه اللي متدربين عليها واضح جدا، وحسين الشحات ومحمد شريف الثلاثه ضاربين خط التسلل بتاع النادي الاسماعيلي وقدروا يحرزوا الهدف في منتصف الشوط الاول، وبالتالي المباراه كانت ماشيه بشكل سلس جدا 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 حتى وانت بتضيع فرص، ولكن انت محافظ على التكتيك بتاعك مفيش ادنى مشكله فيه، طول ما 4-2-3-1 تاني انت مخلي الفريق المنافس بتاعك دايما مهدد. ليه؟ انك انت حاطط اجنحه على الطرف وعندك حلول هجوميه، في رباعي امامي يقدر في اي وقت ان هو يهدد في المرمى حتى لو الكوره مش معاه. دي النقطه اللي انا دايما بتكلم عليها. لو تفتكروا ماتش الجونه النادي الاهلي كان متقدم 1-0 باقي 8 دقائق، نزل رمضان بيكهام هاف ديفندر ثالث، الفريق الجونه جاب هدف التعادل من كره عرضيه. ماتش البنك الاهلي النادي الاهلي متقدم 1-0، نزل هاف ديفندر ثالث، البنك الاهلي تعادل. نفس السيناريو النهارده، النادي الاهلي متقدم 1-0،
نزل هاف ديفندر ثالث اتعادل الاسماعيلي. فواضح دي غلطه متكرره، موضوع بسيط، احنا ما بنتكلمش يعني في كيمياء او في فيزياء، موضوع واضح انت الموضوع ده حصل معاك مرتين ينفع تكرره للمره الثالثه. وبالفعل دفع النادي الاهلي ثمن التغيير، وجهه نظر تغيير خاطئ، تغيير تكتيك اللعب او الفورميشن بتاعك في ارض الملعب، انك تشيل الجناح وانك شلت الجناح بتاعك وبتدخل واحد ثالث وبتحول قفشه لجناح، انت بتخسر الكوره بطوع ارادتك، انت بتخسرها لان انت النهارده في فرق يا جماعه عقليه كمان المنافس، في فرق كبير جدا 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 ان كل نادي اسماعيلي وهو بيهاجم عارف ان حسين الشحات فاتح هنا واجاي فاتح هنا او صلاح محسن فاتح هنا اذا افترضنا صلاح محسن ديزيل، وقفشه موجود وبواليا موجود، في رباعي امامي، في اختلاف كبير جدا 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 ان هو يلعب بالتكتيك ده، وان انت تسيبه سيب له الكوره، انت مثلا نزلت هاف ديفندر الثالث ربما تظن ان انت بالهاف ديفندر الثالث ده بتمسك الكوره، مش تمسك الكوره خالص، الموضوع مش كده، لان مفيش منافس اصلا هيهاجم النادي الاهلي من العمق. مين اللي هيهاجم النادي الاهلي من العمق؟ حد بتلعب باثنين، مفيش حد بيهاجم في العمق. الفرق المتوسطه المستوى في الدوري، والنادي الاسماعيلي النهارده عنده واحد من ابرز اللعيبه اللي بيلعبوا بالالهاد هو فخر الدين بن يوسف، وكمان معاه شكر نجيب، انا مش محتاج ان العب من العمق، انا ببساطه هاخد الكوره واروح على الطرف وهرمي الكروس لثنائي بتاعي داخل منطقه الجزاء واجيب الهدف وانتهى الموضوع. مين اللي قال لك ان انت النهارده ما تحط واحد ثالث في الخط الوسط؟ انت كده امنت، ما تامنش حاجه، ده تامين وهمي، تامين مش موجود. وبالتالي دفع النادي الاهلي ثمن هذا التغيير زي ما دفعه قبل كده قدام الجونه، زي ما دفعه قدام البنك الاهلي. التغيير ده تغيير مش دقيق، تغيير مش صحيح، تغيير بيضر الفريق لا يفيده، اللي انت بتسيب الكره بطوع ارادتك للمنافس، بتخليه يخترق بشكل اكبر على الاطراف، وبتجنح كمان واحد بلاي ميكر عندك هو مجدي قفشه، بتحطه على الطرف وما تستغلوش خالص، وبالتالي بيسيب خالص الجزء الثلث الامامي، الثلث الامامي ده بيبقى فاضي. يعني حتى اذا تخيلنا كده ان هنا في اربع لعيبه ويحامل الكوره وهو طالع بيها، في اربعه هيقابلوا هيضغطوا هيعملوا ضغط، طيب انت فضيت ده الحته دي فضيتها وحطيت ثلاثه، اكيد طبعا هادي متراجعين هيجوا هوفوا ان هو عشان يعملوا العمق بتاعهم، وحتى ايفن لو فتح شويه مش هيقدر يفتح لاخر الملعب عشان ما يعملش فجوه. فانت سبت نادي الاسماعيلي يتحرك بالكوره في المساحه دي براحته تماما، وبالتالي نادي الاسماعيلي اصلا عمره ما هيمشي كده، عمره ما هيمشي كده. نادي الاسماعيلي على طول او اي فرقه بتلعب نادي الاهلي زي الجونه زي البنك الاهلي على طول هيروح للطرف ويلاقي المساحه ويرمي الكره العرضيه للعيبه طوال القامه اللي عنده شكر نجيب وفخر الدين بن يوسف، وهو ده اللي حصل. النادي الاهلي كان معاه 20 دقيقه ان هو يرجع في النتيجه الثانيه، لكن طبعا كان في سوء حظ واضح جدا، كره صلاح محسن دي غريبه، طاهر محمد طاهر عمل جهد مميز جدا في الجبهه اليمنى بدنيا صحيح وجري وعمل وخلق فرص كتيره، انما اهدر كم هائل من الانفرادات كانت غريبه جدا. في كوره جات له اللي كان مفروض اعتقد يلعبها كره عرضيه، هو شاطها وشاطها بشكل عرضي، يعني كانت غريبه قوي قوي، لكن هو عمل جهد بصراحه. لكن واضح جدا في ال 20 دقيقه الاخيره والست دقائق وقت بدل ضايع، التوفيق ما كانش محالف النادي الاهلي. كره صلاح محسن الهيد جه في الدقيقه 94 كانت طبعا يعني باد لك، يعني صعب جدا الكره تضيع بالشكل ده، ولكن واضح جدا ان النادي الاهلي ما كانش مكتوب له ان هو يخرج منتصر النهارده، ان الاسماعيلي بكل تاكيد استحق نقطه التعادل نتيجه ان المدير الفني والجهاز الفني واللعيبه عملوا اللي عليهم واشتغلوا على قد المتاح عندهم، وقدروا زي الجونه وقدروا زي البنك الاهلي ان هم يخرجوا بتعادل مستحق قدام النادي الاهلي. هارد لك للنادي الاهلي، مبروك نقطه النادي الاسماعيلي. الدوري باقي فيه 5 جولات، نادي الزمالك خد الصداره وبقى في امكانه النهارده نادي الزمالك الموضوع في ايده تماما، يكسب 5 ماتشات ورا بعض يتوج بطلا للدوري، والنادي الاهلي كان متقدم فارق فجوه كبيره من النقاط، ولكنه فقد نقاط كتيره جدا جدا جدا، البعض منها ببعض الاخطاء التحكيميه، البعض الاخر منها بمحض ارادته، وفي الاخر اكيد هيبقى في 5 اسابيع قادمه مثيره هنستمتع بيها في نهايه الدوري. ده كان تحليلنا لمباراه الاهلي والاسماعيلي النهارده، شكرا جزيلا ليكم، كنت معاكم كريم سعد.